ما وابدا معك جويس في اخر تفاصيل القصف الاسرائيلي على بلدات جنوب لبنان في الواقع سهام قبل قليل فقط كان هناك قصف بالمدفعية وبقذائف الفسفور على التلة خلفي وهي أطراف كفرشوبة من الجانب الإسرائيلي وذلك بعد أعلان حزب الله عن خمس عمليات حتى هذه الساعة باتجاه المواقع الإسرائيلية واحدة من هذه العمليات تعتبر نوعية من قبل حزب الله والتي استهدفت ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري المحتل وغالبا ما يقوم الجانب الإسرائيلي بعد استهداف قواعد الجولان السوري المحتل باستهداف بعلبك وهذا ما حصل فجر هذا اليوم عندما استهدف بسلسلة غارات عدد من قرى وبلدات بعلبك ردا على استهداف قاعدة إيلانيا يوم أمس وبالتالي نحن نترقب للتصعيد المرتقب من الجانب الإسرائيلي بعد هذه العمليات لليوم الخامس على التوالي يقوم حزب الله بإطلاق مسيراته بتش. باتجاه مواقع تعتبر استراتيجيه من قبل حزب الله في الداخل الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينيه المحتله يستهدف فيها قواعد عسكريه اسرائيليه قام قبل ذلك ايضا بتسيير مسيرات انقضاضيه باتجاه العديد من المواقع استهداف وتعطيل القاعده المسؤوله عن التحكم بالمنطاد التجسسي الذي كان قد رفعه الجانب الاسرائيلي قبل اشهر بفوق قرى والبلدات الجنوبيه وبذلك يكون حزب الله قد دخل في مسار جديد من العمليات العسكريه وهذا ما لاحظناه في الايام الاخيره ان كان بتكثيف المسيرات الانقضاضيه وان كان ايضا بتكثيف الصواريخ, الصواريخ الثقيله التي يطلقها باتجاه المواقع الاسرائيليه والتي يعلن عنها في بياناته وان كان ايضا من خلال ادخال صاروخ جديد وهو صاروخ بركان معدل اطلق عليه تسميه جهاد مغني أطلقه قبل ثلاثة أيام باتجاه أحد المواقع الإسرائيلية، كل هذا التطورات وهذا المسار الجديد العسكري الذي يستخدمه حزب الله حتى الساعه يبقى الرد الاسرائيلي عليه ضمن الاطر العاديه القليل من الغارات الاسرائيليه فيما كنا قد شهدنا نش... في الاشهر الماضيه كيف ان الجانب الاسرائيلي يقوم بسلسله غارات في حال كان هناك تصعيد من الجانب اللبناني يبقى اذا الرد الاسرائيلي ضمن الاطر المعمول بها باتت ايضا بعلبك ضمن الاستراتيجيه الجديده الإسرائيلية عندما يتم استهداف الجولان السوري المحتل وبالتالي باتت هناك قواعد جديدة يعمل عليها بين الطرفين في هذا الإطار العسكري سهام